خلينا نسي مثلا تعقد واحد جلسه زعما خير جلسه ما كان لها دور الوالد عاسد الله يخليك فضينا من داكشي كاين مساطير قانونيه طبقوا القانون مع صافي يا سيد الله يخليك خرا دابا كنخرجوا القوانين من راسنا دابا فاصل 98 اش كتقول بالخصوصا ديال المجلس على الميزانيه دابا حنا بالنسبه لذاك المشروع ديال رئيس الرئيس قدمنا للجهه الماليه دارت اقتراحات ديالها كاين في التقرير كلشي اللي دارها كله كاين في التقرير بالنسبه للتسالي من الجهه الماليه كدير التقرير ديالها كنقولوا على سيد رئيس المجلس تنقول لي رئيس المجلس جلست معاه شنو لاش ودارت شنو هو تي سيدي ساعات يدير هو اللي ساعات يعاود عنده الحق يعاود في داك الاقتراحات ديال الجهه الماليه هو تيقدم مشروع للمجلس باش ما ترجعش الميزانيه من هذا ديك الساعه جاوا تعب الماليه كنقصوا من واحد كنقادوا واحد زيد يلاه سيف ايقاع من تقدر الجهه الماليه داكشي اللي قال كله كاين في التقرير المالي اللي استقى علينا ما تعرفوش ما بغاوش يقراو قراو الشيء اللي قال دابا قدرناه تقرير الجهه الميزانيه عليها هو ثاني عام ديالها يلاه قرا داك اللي سالي ارا ديال اللجنه قراو داكشي اللي قال سيد رئيس المجلس راه كلشي كاين قرا قال لكم التقرير قا سيدي وغتبعوا معايا بولبول راه مخالف على 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 فعلا الرئيس الحقيقي غير صاحبي من بعد الكلام التقرير ما مغيرش الوثيقه هذيك اللي صوبها الرئيس واجب هادشي ويقرا التقرير ونجب يدو بول بول اللي وقع فيه التقرير وعلاش الرئيس اللي غير شفي انا اللي غير هذا الفصل كيعطيني انا الحق نغير هذاك المشروع ناقشتوه نتوما قلتو كاين تغييرات في التقرير التقرير ما تغيرش بقى كيما كان هو اللي غادي يتقرا المشروع راه بقى كيما كان نتوما غتقولوا ودي علاش حيدتي هاد 150 ورديتيها صفر هنا في هذا المجلس لان المجلس اللي تيصوت اللجنه تترفع توصيات المجلس الاقتراحات ديالها تترفعهم هما هادو التقرير راه ما مغيرش ما مقيوس التقرير ولكن المشروع اللي تيسهر عليه الرئيس راه باقي كما كان انا الرئيس انا شنو تنقول وليكم نتوما دابا لا وتا هذيك اللي كنت نغير ما جمعتكمش من الماليه باش يكون التوازن باش ما ترجعش ليا الميزانيه لا ولي بود بود باش نعرفوا اشنو التغيير قالهم البنود ها فين كاين التغيير اللي قلتي قول لي واحد واحد وعلاش لا غتصوتوا عليهم ولا ما تصوتوش عليهم صافي الا ما بغيتوهمش وصوتوا عليهم بالاجماع هادشي اللي نقولوا علاش عليه دابا ما يدوش صوتوا على داكشي اللي قلتو في اللجنه الا صوتوا عليه راه مقبول ما اتفقتوش عليه وصوتوا على داكشي اللي قال الرئيس حاجه اخرى عاوتاني تما التقرير ما تغيرش معاسي عاود الله يخليكم بنت بنت هذا البنت اش كان فيه واش ولا فيه وعلاش تغير يلا فوالا مثلا عندنا تعويضات للرئيس ولداوي الحق كنا ناقشنا واحد القضيه مزيود فيها واحد المبلغ ديال تقريبا شوف 7 مليون ديال كنا قلنا
على اللجنه الماليه راه كلشي حنا اللي كنا خاطئين كاع، لانه هذا المبلغ ديال 7 مليون غادي يديها تخوشة عنده حكم قضائي تنفيذي غادي توصل بهذا المبلغ. اذا ملي سولنا الناس الاماله والتريزور قال لك لا ترجعوها في هذه الماده ديال التعويض عن الاضرار. اذا ما ماشي غيرنا، هزينا هذا المبلغ وحطيناه هنا باش نصلحوا هذاك لا الحكم باقي ما غاديش، الحكم غادي يتنفذ المبلغ ديالو تيتوجد بالزمن اللي بغينا كذكر هنا تبع الوزاريه. لا وقول لي انه بالولايه فين كانت الوزاريه ديال السيد واد؟ لا عطيه فين كانت؟ كانت في الماده في الفصل الاول 10 10 10 10 11 تعويضات للرئيس ولذوي الحق والمستشارين. هذه ملي تيتخلصوا المستشار النواب 75000 درهم، نقصنا منها 75000 درهم وربيناها في الاحكام. هذه للرئيس الجزائريه باش يدخل حيدتها رديناها براسها ماشي صالح تتحيد للرئيس. هذا اصلاح خطا سير باش نقاد الميزانيه وتنصيفط من العماله باش نقادو باش ما يكون عندنا التارية زيك ولا انا زيد ارتيك بار ارتيك تعويضات يعرفوا الناس تعويضات عن المسؤولية. زيد قبل نحيد لك 75000 درهم بقاو فيها الفلوس. راه هما تيتخلصوا من النواب هذه كيتخلصوا ما تقولوش السيد الرئيس ما تقولوش حنا حيدنا شي حاجة، راه تحيدت شي حاجة ماشي حاجة ماشي تحيدت شي حاجة لشي واحد. لا 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 خطأ هاد التعويضات اللي كيتخلصوا خصو يكون غير المنطق ديالها. مقترح الرئيس هذه فيها تغيير نتفق معك، واش نتوما قبلتوها؟ شنو هي شنو هي؟ قولها اليوم الاعوان العراضيين إلى هما شنو؟ هما كانوا داروا الصفر 10 قالوا ما بقاش في السر هذه بشكون هي؟ دابا الرئيس يقدر يفسر لكم وتصوتوا عليها داخل الباب واش غتصوتوا ولا تعديلوا ولا تعديلوا. عندنا هاد العيانات اللي كيشطبوا هنا فهمت اللي كاين هادو، عندنا بعض الناس اللي عاطين الفرمليه كيعاون بعض الوحدين اللي في المدارس. هذاك الانعاش ما كاينش شي جماعه اللي ما عندهاش الانعاش، درنا ليها واحد 16 مليون كتمشى على هاد الحاجب هاد الناس اللي خدامين معانا ما يمكنش ما عندنا توا. هادو اللي كيشطبوا هنا في البيرو راهم على الانعاش. سير يلا كاين التعويضات على ياسين في زوكازيون ديال هذا ماشي ليناش. هذه ناقشوا هذه ناقشوا لا دابا غادي نقولوا غير البيبان اللي تغيروا. السيد الرئيس الولد اللي دوزنا بابا نقتلوه صافي فهمتيني باش نخرجوا من الميزانيه باش نخرجوا من الورطه. هاد البنك ديال العراضيين هاد العراضيين اتفقنا باش غنحيدوها ما تاخذوش المجلس غادي يتاخذ فيها قرار واش يصوت عليها ولا ما يصوتش عليها. بوند لا المداخيل لا تصويت اسمع رقصن دوك المداخيل ديالهم. لا انا دابا ورا هكا كدوز في التصويت ما تقدرش تقول نقول نمشيو ليهم شنو عاد نوصلوا التدريج في القانون ديالو المداخيل. القانون تيقول لك تبدا المداخيل هذا المداخيل اخرى. لا اقرا اقرا اقرا